رغم فوز منتخب أسبانيا للسيدات بكأس العالم لأول مرة في التاريخ وتجاوز أزمة تمرد اللاعبات على المدرب خورخي فيلدا، إلى أنه بعد الفوز حصلت أزمة جديدة بعد قبلة لرئيس الاتحاد الأسباني لوريس روبياليس للاعبة الماتادور ونادي برشلونة جيني إرموسو خلال استلام الميداليات ومراسم التكريم. تعرض روبياليس لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض طالب بإقالته. جيني إرموسو لاعبة منتخب أسبانيا علقت على الواقعة وقالت إن هي ما حبتش التصرف ده، ولكنه كان تصرف عاطفي وعفوي متبادل بسبب الفرح الهائل بعد التتويج بكأس العالم. وقالت كمان إنها بتربطها علاقة جيدة مع رئيس الاتحاد وإنها بادرة طيبة من المودة بينهم، بس الأهم الفوز بكأس العالم. رئيس الاتحاد الإسباني من جانبه اعتذر بعد الهجوم الكبير عليه بعد طلب من وزير الرياضة الإسبانية، وقال بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك، ولا خيار لدي سوى الاعتذار. حصل ذلك دون نية سيئة في لحظة فرح، كنا نرى القبلة طبيعية ولكن في الخارج أحدثت فوضى. تفتكر من وجهة نظرك القبلة دي طبيعية ولا تصرف غير مقبول؟